السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. ريلمي بتولع المنافسه وبتعلن عن سلسله موبايلات جديده، وهي الريلمي كيو 3 5G والريلمي كيو 3 اي 5G والريلمي كيو 3 برو 5G، واللي تم الاعلان عنهم يوم 22 ابريل. الموبايلات دي هتولع المنافسه في الفئه المتوسطه لانها بتيجي باسعار كويسه مقارنه بالاداء والامكانيات بتاعتها. وفي الفيديو ده هعرفك كل حاجه عن ثلاث موبايلات ولكل موبايل فيهم بالتفصيل، واخر الفيديو هنعمل مقارنه بين الثلاث موبايلات دول عن كل حاجه تخص الموبايلات دي. من غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. اول نسخه معانا وهي الريدمي كيو 3 برو 5G، وبتيجي النسخه ديت بالشاشه سوبر اموليد بمقياس 6.43 بوصه بدقه 1080 بكسل، وبتدعم تعديل مستمر 120 هرتز. وموبايل الريدمي كيو 3 برو 5G بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، 46 ميجا بكسل كاميرا اساسيه و8 ميجا بكسل ويت و6 ميجا بكسل مايكرو، والكاميرا الاماميه بمستشعر بدقه 16 ميجا بكسل. الموبايل ده بيجي بمعالج دايمون سيتي، وده معالج قوي جدا مقارنه مع سعر الموبايل اللي بيجي بنسختين 6 جيجا رام و8 جيجا رام و128 جيجا ساعه تخزين و256 جيجا ساعات تخزين. والبطاريه بتاعت الموبايل ده هي الحاجه الاضعف في الموبايل ده، وهي 4500 ملي امبير وشحن سريع 30 واط. بطاريه مع معالج قوي والشاشه سوبر اموليد تكون بطاريه ضعيفه، وهي العيب الوحيد في الموبايل ده، يعني كان لازم تكون من 5000 الى 6000 على الاقل ملي امبير، ولكن الشركه لازم تحط حاجه ضعيفه علشان تنزل بالسعر ده، اللي هو الموبايل ريلمي كيو 3 برو 5G بيجي بسعر 250 دولار والسعر بالمصري 3900 جنيه. وتاني نسخة معانا هو الريلمي كيو 3 5G، الموبايل ده بيجي بشاشة أكبر من الريلمي كيو 3 برو 5G بشاشة 6.5 انش من النوع IPS LCD مش أملوت، وبتدعم تحديث مستمر 120 هرتز. الموبايل ده بيجي بثلاث كاميرات كمان، كاميرا الأساسية 48 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل ويت و8 ميجا بكسل مايكرو، مع كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل. الموبايل ده بيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 750G، وده معالج جيد جدا بسعره ده. الموبايل بيجي ببطارية كبيرة 5000 ملي امبير وشحن سريع 30 واط. والموبايل ده بيجي بنسخه واحده وهي 8 جيجا رام مع 128 جيجا ساعه تخزين بسعر 200 دولار وما يعادله بالمصري 3100 جنيه مصري. موبايل اخير في السلسله هو الريلمي كيو 3 اي 5G، الموبايل ده بيجي بشاشه من النوع IPS LCD بمقياس 6.5 انش مع تعديل مستمر 90 هرتز. الموبايل ده بيجي بثلاث كاميرات في الخلف، 48 ميجا بكسل كاميرا اساسيه و2 ميجا بكسل ويت و2 ميجا بكسل مايكرو، مع كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل. الموبايل ده بيجي بمعالج دايمون سيتي 700 وبطاريه 5000 ملي امبير، وشاحن هو الاقل فيهم في السلسله ديت شاحن 18 واط. الموبايل ده بيجي بنسختين رام، وهي 6 جيجا رام و4 جيجا رام مع 128 جيجا ساعه تخزين. الموبايل ده بيجي بسعر 55 دولار ما يعادله بالمصري 2400 جنيه مصري. موبايلات ممتازة مقارنة مع أسعارها، وكل موبايل فيهم فيه إمكانيات رائعة مقارنة مع السعر اللي نازل بيه. تعال نبدأ المقارنة، بس قبل ما نبدأ تعال نتفق إن إحنا هنقول من غير ريلمي ونقول الكيو 3 والكيو 3 برو على طول والكيو 3 أي على طول. أولاً الكيو 3 برو، الكيو 3 برو بيجي بوزن 179 جرام، والكيو 3 بيجي بوزن 189 جرام وهو الأتقل فيهم، والكيو 3 أي 185 جرام. سنين الشاشات، شاشة الكيو 3 برو بشاشة سوبر أملود 6.43 إنش بدقة 1080 في 2400، والريلمي كيو 3 بشاشه اي بي اس ال سي دي 6.5 انش بدقه 1080 في 2400، والكيو 3 اي بشاشه اي بي اس ال سي دي 6.5 انش بدقه 1080 في 2400. والثلاث موبايلات نازلين باندرويد 11 والثلاث كاميرات بيدعموا شبكات ال 4G. اما بالنسبه للمعالج، اما معالج الكيو 3 برو بيجي بمعالج ميديا تيك ودايمون سيتي 1100، والكيو 3 بمعالج سناب دراجون 750G، والكيو 3 اي ميديا تيك دايمون سيتي 700. اما بالنسبه لنسخ الموبايلات، نسخه الموبايل كيو 3 برو بيجي بنسختين 128 جيجا و256 جيجا ساعه تخزين مع 6 جيجا رام و8 جيجا رام، والكيو 3 بيجي بنسخه واحده وهي 8 جيجا رام مع 128 جيجا ساعه تخزين. اما الكيو 3 اي بيجي بنسختين رام وهي 4 جيجا رام و6 جيجا رام ونسخه واحده تخزين وهي 128 جيجا ساعه تخزين. اما بالنسبه للكاميرات، كاميرات الموبايل الكيو 3 برو 64 ميجا بكسل كاميرا اساسيه و8 ميجا بكسل كاميرا ويت و2 ميجا بكسل مايكرو. اما الكيو 3 بيجي ب 48 ميجا بكسل كاميرا اساسيه و8 ميجا بكسل الترا ويت و2 ميجا بكسل مايكرو. اما الكيو 3 اي 48 ميجا بكسل كاميرا اساسيه و8 ميجا بكسل الترا ويت و2 ميجا بكسل مايكرو. بطاريه الموبايل ريلمي كيو 3 برو 4500 ملي امبير وشحن سريع 30 واط، والريلمي كيو 3 5000 ملي امبير وشحن سريع 30 واط، والريلمي كيو 3 اي 5000 ملي امبير وشحن سريع 18 واط، وهو الشحن الاقل في الموبايلات دي. ثلاث موبايلات مشابهين في سرعه الواي فاي وتصميمه وحتى في فتحات اليو اس بي وغيرهم، ولكن كل موبايل نازل في فئه مناسبه مع سعره. ولكن من وجهه نظر، لو هتجيب مثلا الكيو 3 بسعر 3400 جنيه، زود شويه وهات لك الريلمي كيو 3 برو، لانه في
فيه مميزات كتيره مثل الشاشه والمعالج والكاميرات، ولكن في الكيو 3 مميزاته بالنسبه لسعره اللي هو مقابل انك تنزل 500 جنيه من سعر الكيو 3 برو، تاخد شاشه اي بي اس مش املت، ولكن شاشه اكبر 6.5 انش، بطاريه اكبر ومعالج قوي كمان يعني مش ضعيف. فبصراحه شركه مظبطه كل موبايل فيهم على حسب سعره، اذا كان الكيو 3 اي والكيو 3 او الكيو 3 برو، ولكن الافضل فيهم ريلم كيو 3 برو، ولكن عيبه الوحيد البطاريه وهي البطاريه الاقل فيهم. بس كده دي كانت كل حاجه معانا النهارده. لو لسه مش اشتركت معانا انزل دلوقتي واشترك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، واعمل لايك ولو محتاجين حاجه تانية سيبوها لنا في الكومنت تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.